مبروك يا ماني الانتصار الاول واول ثلاث نقط لحامل اللقب اللي مش سايب حاجه لحد. يا ما تحسدنيش يا عم. انا بحسدكش؟ اسمع كلامك. ما شاء الله الله بس اكبر. بس والله العظيم ما مبسوط. ده عيال عايز ده حرق دمي. نازل تجري ورا الواد وهو فاكر ان انت هتحضنه. اقسم بالله وانت رايح تضربه. اقسم بالله. حرام عليك وهو جاي عايز يحضنك. لا اصل دي ممكن ترجع عليا بجون. يا جدع انت في ايه مدفوق؟ لا بس رجاله اداء يعني الاداء عندي احسن من كده وعندي لا عندي لعيبه تكسبني. لعيبه كلها احنا كلنا زي ما اتفقنا مش عايزين نخسر عشان ما حدش يمشي عشان ما بحبش حد اللحظات اللي فيها بقى حزن وكلام من ده مش بتاعتنا دي ان شاء الله باذن الله نكمل السيزون ده للاخر ناخد البطوله ما ناخدهاش مش بتاعتنا بس اهم حاجه ما حدش يمشي ماشي يا رجاله على كده تمام كابتن معلول بقى يختار فيكم بقى لا مبروك اول حاجه وماتش كويس كبدايه كويسه وعندكم احسن من كده لما تلعبوا اكتر مع بعض يعني كتيم واحد عندكم تطلعوا احسن من كده ان شاء الله مبروك وان شاء الله تكملوا للاخر باذن الله. الشاره الذهبيه بقى علي هيختار ثلاثه دلوقتي احسن ثلاثه هو شافهم احسن ثلاثه لعيبه احسن ثلاثه لعيبه علشان يختار منهم واحد. مين احسن ثلاثه لعيبه؟ معلش يا كابتن نزل على كابتن لا لا والله لا عشان اخواتي الصغيرين لا يا كابتن هيفرحوا لبعض سبعه قوم يا اخويا تعالى يا فندم 13 معلش انا حارب بين 9 و19 9 اللي خرج مصاب و19 نزل مكان وجاب الجول ممكن اختار لا انا هختار 9 تعال كابتن علي معلول رشح 3 لاعبين من فرقه شحته للشارة الذهبيه هما السيد محمود واحمد عزت واياد حسن لا قدر الله لو خسرتوا الماتش الجاي ان شاء الله لا يعني ثاني لا مش هاخد اللي هتحميه اختار 7 يا كان تمحني يا ابني تمحني والله انا سايق بعدها قرر ان الحق بالشاره الذهبيه هو اللاعب السيد محمود والله انا احساسي لما الكابتن علي معلول اختارني يعني احساس مش عارف اوصفه الصراحه فرحان جدا جدا ابويا وامي طبعا ده اللي فرحني انا فرحهم فهم هيفرحوني اكتر ان شاء الله